وعلى هذا النحو يقف المعلمون هنا في محافظة لحج لاستلام مرتباتهم. طوابير وازدحام لساعات وتمتد أحياناً لأيام أمام إحدى شركات الصرافة بعد قرار الحكومة تحويل عملية صرف الرواتب عبرها. إن ما يقع إن المعلم يسيب المدارس أولاً داخل المدارس، والآن مطبر أنا لي يومين هنا ولا منصر راتبي، قدر الراتب حقنا ما يكفيناش دقيق، وفوق هذا إنه يعني الزحمة والهيانة، هذا نهاية المدرس الهيانة إلى في هذا المصرف، الحماس بين المدرسين والمدرسات وكل الموظفين هنا ما يقيوز. يا وزير أنت جالس ببرد، لكن نحن الآن في حماس، قلوس العراق ما وصلنا للراتب ونحن بلا راجل داخل بيوتنا شهرين، هذا الشهر الثاني. بدلا من أن تستجيب الحكومة لمطالب المعلمين المتكررة برفع مرتباتهم جراء هبوط العملة وارتفاع الأسعار، ذهبت لتعقيد عمليات صرف الرواتب. يقول المعلمون هنا إن السلطات حددت شركة واحدة لصرف مرتبات المعلمين والجيش في مديريتي تبان والحوطة، معركة طويلة يخوضها المعلمون لاستلام راتب بات لا يكفي لأساسيات الحياة. نحن اليوم معلمه يعني راتب ضعيل، وهذا كله ما يوصل له إلا بعد متاعب. الآن نحن وقينا أزمة، واحد يصرف مديرية تبان كامل والحوطة، واحد يصرف جيش وتربية، يعني وصلنا إلى هذا الحد التربية والتعليم. وين الضمائر؟ وين المسؤولين؟ وين اللي يحسوا بهذا المعلم الذي قدم رسالة شريفة؟ أما معاناة المعلمات فتبدو أكثر سوءاً، حيث يضطررن للوقوف والانتظار طويلاً وسط ارتفاع درجات الحرارة. أول حاجة جانب أخلاقي، نساوي رجال داخل المكان، وهذا شيء لا نرضى نحن بصراحة. هذا الوزير حق المالية قارب، هذا اللي ما يقرأ يعني يعتقد أنه جالس في مكان راقي، وإحنا جالسين في الدل والهوان. يعني معلمات من 2011 رواتبنا 40,000، يعني لو طبرت ممكنني أتعالج بثمانين وأكثر. في أغسطس الماضي أعلنت وزارة المالية تحديد 16 بنكاً لصرف مرتبات المعلمين في إجراء قالت إنه يأتي وفق آليات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من السعودية. خطوة الحكومة قوبلت برفض من قطاع واسع من الموظفين الذين رفضوا تحويل مرتباتهم إلى بند المنح والهبات، إضافة إلى تكاليف النقل الباهظة للوصول إلى البنوك المحددة لاستلام راتب لا يلبي متطلباتهم الضرورية.